أليس من المستغرب أيها السادة أن بعض الدول التي تدعي العمل على جلب الديمقراطية والحرية إلى سوريا والحرص على تمكين الشعب السوري من تحديد المستقبل الذي ينشد تقوم في نفس الوقت بمصادرة حق هذا الشعب في اختيار ممثليه وقياداته وتقرر نيابة عنه بأن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي الوحيد له. لكن يبدو أيها السادة أن تلك الدول ذاتها قد أدخلت بعض التعديلات الخاصة بها على مفهوم الديمقراطية، بحيث أصبحت الديمقراطية الحقيقية بنظرهم تقوم على حق بعض الدول في اختيار ممثلي وقيادة بلد آخر دون تدخل داخلي من شعب هذا البلد نفسه. وأنا أعلن من على هذا المنبر من جديد بأن الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الوطني الشامل بقيادة سورية مع مختلف مكونات المجتمع السوري وكل القوى السياسية بما في ذلك جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح. وهناك ضمانات قضائية وأمنية حقيقية تكفل العودة الآمنة لقوى المعارضة الخارجية ومن بينها أعضاء ما يسمى بالائتلاف إذا ما رغبت هذه القوى بالمشاركة في الحوار الوطني والعملية السياسية. إن الغالبية العظمى من السوريين أيها السادة ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلاً سياسياً سلمياً سريعاً للأزمة، حلاً يحافظ على حقهم في الحياة والأمن والاستقرار والمواطنة والعدالة ويصون مقدرات بلدهم ويضمن مستقبل أبنائهم بعيداً عن آثام التطرف وآفة الإرهاب. ولذلك على أطراف المعارضة الرافضة للحوار إن كانت حقاً حريصة على سوريا الوطن وعلى سوريا الشعب، وإن كانت حقاً حريصة على وقف نزيف الدم السوري ووضع حد للعنف والدمار، أن تضع الأحقاد الشخصية جانباً وترفض تنفيذ الأجندات الخارجية وتنخرط في الحوار الوطني. أناشد جميع السوريين بأن يعوا أن المطلوب خارجياً في بعض العواصم المعنية باستمرار سفك الدم السوري هو ترك الأزمة في سوريا تستمر كما هي حتى تستنزف قدرات بلدنا ويتم تدمير بنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي بالكامل، وسيكون الخاسر الوحيد عندها هو سوريا الوطن وسوريا الشعب، ولن يكون هناك من رابح سوى من يروم السوء لهذه البلاد. دعونا نراجع التاريخ البعيد والقريب في أفغانستان والعراق وليبيا ودول أخرى لتعرفوا بسهولة أن الأمر غير متعلق أبداً بحقوق الإنسان والوضع الإنساني ونشر الديمقراطية ومصالح شعب هذا البلد أو ذاك، وهي كلها أمور نتفق عليها جميعاً، بل يرتبط حصراً بمصالح سياسية وعسكرية واقتصادية لا تخلف وراءها إلا انعدام الأمن والخراب والقتل والإرهاب والتقسيم والطائفية والفقر وغير ذلك من المشاكل التي تستلزم عشرات السنين لحلها. لقد استمعنا إلى كلمة زميلنا مندوب الجمهورية العربية السورية وهو يحاول أن يبين الموضوع وكأنه صراع بين سوريا وقطر أو بين سوريا والمملكة العربية السعودية. سيدي المندوب، إن الصراع هو بين السلطة الحاكمة في سوريا وبين أبناء شعبها، وإن أي محاولة لتحويل الأنظار عن هذه الحقيقة لن تؤدي إلى حجبها لأنها ظاهرة ظهور الشمس. كما حاول زميلنا المندوب المحترم للجمهورية العربية السورية
أن يبين أن المسألة لا تعدو كونها حرباً ضد الإرهاب، وأن الحكومة تواجه إرهابيين. هل 80,000 قتيل الذين ذهبوا ضحية أعمال العنف في سوريا كانوا كلهم من الإرهابيين؟ لو أن الحكومة فعلاً قتلت 80,000 إرهابي لانتهى الإرهاب من على وجه العالم. لقد استمعتم إلى محاولة ماهرة لمحاولة صرف الأنظار عن حقيقة الوضع، وحقيقة الوضع هو أن شعباً يريد الحياة يواجه بسلطات القهر وسلطات القوة العسكرية التي تجابهه. لم نسمع من زميلنا كلمة واحدة عن وقف إطلاق النار، لم نسمع منه كلمة واحدة عن وقف آلة القتل والتدمير في سوريا، لم نسمع منه كلمة واحدة عن الاستعداد لانتقال سياسي حقيقي تقدم فيه مصالح الشعب على مصالح الأفراد مهما بلغت مكانتهم ومواقعهم. لعل زميلي مندوب السعودية الدائم لم يستمع جيداً إلى مضمون بياني، وبالتالي أحيله إلى قراءة البيان مجدداً، وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية. مشيراً في هذا الصدد إلى أن المندوب السعودي قد أخطأ في حديثه مرتين، الأولى عندما قدم توصيفاً خاطئاً لما يجري في بلادي، وهذا ليس غريباً بحكم تورط سلطات بلاده الكامل في الإرهاب وفي تأزيم الوضع في سوريا، والثانية الخطيئة الثانية هي أنه وضع في فمي كلاماً لم أقله، وبالتالي بنى عليه نتائج خاطئة تناسب قراءته الخاطئة.